أنا وراس شو؟ ليك يا ريما أقول مرحبا بالأول، ليش معصب كل هالقد؟ لأنه فعلا أنا معصب، لأنه الموضوع بخص مستقبلنا أنا وياكي. نوراس والله ما عم بفهم عليك شي، شبك؟ بتقولي لأخوك يا حسان يا يبيع بسعر السوق يا يطلع من الضرب كله. نوراس شبك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ ليك يا ريما، بيت بيسوى 15 مليون. 15 مليون أخوك بدينها بوب 10. ايه بس انت بتعرف انه انا لا بفهم بهي القصص ولا بتدخل فيها. هلا بتفهمي ما بتفهمي، انا مو اهبل وريالتي شاطه، مو علينا هذا الحكي. طيب روق هلا لا تعصب، ليك نعم نحكي. ما في حكي، شايفتيني حاط عقلي براسي مشان ادرس واتخرج وامن مستقبلنا، وهلا بيتنا بده يروح نهب. الله وكيلك، ماني عرفاني عن شو عم تحكي. ايه هلا بدك تقنعيني انه انت ما عندك علم. شو قصدك؟ يعني انا عم اكذب عليه؟